بالمروحية والدبابات شن الجيش السوري عملية واسعة في مدينة جسر الشغور شمال غربي البلاد التي هجرها أغلب سكانها، فيما توالت الإدانات الدولية لاستخدام دمشق القوة العسكرية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد وهم يطالبون بالحرية السياسية. وتحدث الإعلام السوري عن قتل تنظيمات مسلحة لعشرة أشخاص من العناصر الأمنية، وبحسب دمشق فإن 120 جنديا قتلوا في هجمات مماثلة منذ أسبوع تقريبا، لكن عددا من الشهود يقولون إن القتلى هم من المدنيين والجنود المنشقين. بيوت انضربت البيوت، يعني ما في امبارح قناصات كانت علينا، قناصات علينا، العالم اللي تعبانه كل حياته في هالمحصول، يعني ما بيعيشوا إذا ما هالمحصول هذا حرقوا لهم إياه كلياته. يعني صف الطائفي 100%. وقد أدى القمع العنيف لقوات الأمن في المنطقة إلى لجوء أكثر من 5000 شخص إلى تركيا، حيث أقاموا في مخيمات أعدها الهلال الأحمر التركي الذي شرع في إعداد مخيم رابع لاستيعاب 2500 شخص آخرين.